تبارك الله تبارك الله تبارك الله. واش حالو دابا؟ بغيت غير حاجه. شحال هو دمي؟ شحال؟ 74. هذا 74 74 يا اخوان 3700 درهم تبارك الله. وهذا 130 6500 درهم. واش يكون في السنو؟ ني تبارك الله. ومن داخل سوق متغبر العمود الدولي تغرت الماش ان شاء الله رب العالمين والاغنام. والراجل الطيب دون شاري سبع خرفان لحم. الواحد بكام يا حبيبي؟ الواحد سليب كام؟ السعر بتاع الواحد يا جماعه 4200 هم سبعة لحم ان شاء الله رب العالمين. طبعا اسيم ولا رحمن دول؟ اسيم كلهم رحمن ان شاء الله رب العالمين. والواحد عامل 4200 حصري لقناه الريف المصري. جزاكم الله عنا خيرا وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. من داخل سوق زفت العمول تجاره المواشي ان شاء الله رب العالمين. والمعلم محمد سمير بيعرض خرفان لحم يا جماعه ان شاء الله رب العالمين. الخرفان دي السعر الكيلو بكام بيها يا محمد؟ 85 جنيه يا جماعه سعر الكيلو ان شاء الله رب العالمين داخل سوق زفت النهارده. المعلم محمد سمير بيبيع بيقول انا ببيع بحلال ربنا ما بيضحكش على حد. وبيعرض الخروفين ده هم بالكيلو فيهم ب 85. السن بتاعهم لبان يا محمد؟ بيكسر جوز وده لبان يا جماعه ان شاء الله رب العالمين. تابعونا حصري لاهل الريف المصري. جزاكم الله عنا.